اختراقه باعتباره الطريق الآمن لمستقبل اليمن الاتحادي المنشود. خطوة جديدة للأمام تقدم عليها الحكومة على مسار تحقيق العمل بمخرجات الحوار الوطني وإقامة الدولة الاتحادية عبر إطلاقها برنامج رفع الوعي بوثيقة الحوار الوطني الشامل ومسودة الدستور الاتحادي وإيجاد رؤى مجتمعية تساعد في مراقبة وتنفيذ تلك المخرجات في المدن والمحافظات التي تشكل الخارطة الجغرافية لإقليم حضرموت. دشنا برنامج رفع الوعي في إقليم حضرموت بحضور دولة رئيس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن داغر ومحافظي محافظات حضرموت وشبوة. برنامج رفع الوعي يستهدف رفع توعية المجتمع بوثيقة الحوار الوطني الشامل ومسودة الدستور، كما أيضا سيكون هنالك دور للمجتمع في وضع رؤى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والرقابة على عملية التنفيذ. ويأتي إطلاق البرنامج في حضرموت كمرحلة ثانية بعد تنفيذه في العاصمة المؤقتة عدن، حيث تسعى الحكومة خلال الفترة المقبلة لعقد عشرات اللقاءات والورش النقاشية لما تحتويه مخرجات الحوار والقضايا المتعلقة بأسس الحكم ومستوياته وتوزيع الثروات. سيعقب هذا التدشين تدريب مدربين من مختلف محافظات الإقليم، ثم إقامة 75 ورشة عمل ولقاء توعوي لمختلف الفئات المجتمع بشكل عام. النقاش اليوم، ورشة اليوم، ناقشت ما هي يعني أهم القضايا التي ينبغي طرحها في إقليم محافظة في إقليم حضرموت. أيضا القضايا الأخرى هي قضايا من أهم قضايا مخرجات الحوار الوطني، وكذلك مسودة الدستور، الأسس السياسية، الأسس الاجتماعية، ما يتعلق مسألة توزيع الثروة والسلطة، مستويات الحكم، كثير من القضايا المتعلقة بمسودة الدستور بشكل عام. وتراهن الحكومة الشرعية في البلاد وبشكل كبير على نجاح هذا البرنامج وقدرته على تعزيز وعي المواطنين بأهمية التمسك بما جاءت به وثيقة الحوار الوطني الشامل ومسودة الدستور، ولما يمثله ذلك من هزيمة لمشروع انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح على ما تم الاتفاق عليه في وثيقة مؤتمر الحوار الوطني من قبل كافة المكونات الوطنية في البلاد. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.